السلام عليكم. بالرغم ان احنا شغالين في المجال الشرطي من اكتر من 20 سنة، وكل يوم والتاني بنقول لكم النصيحة الخاصة بحاجة معينة، ولكن كل يوم والتاني بنشوف عمليات القتل اللي بتختلف واللي بنستغرب عليها. كل عملية قتل غير التانية تماما، ولكن في اساسيات معينة بنحذر حضراتكم منها. ما تدخلوش في حاجة زي كده، علشان ممكن تحصل كوارث ويقينية هتحصل الكارثة دي. القصة اللي هنتكلم عليها من المنوفية، البلاغ اللي وصل من السيد العميد مأمور مركز شرطة أشمون في المنوفية، البلاغ اللي وصله قدام مكتب مدير الأمن السيد اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، الإخطار اللي وصل من محمد أبو العزام مأمور مركز أشمون اللي وصل قدام مدير الأمن، اللي على طول وجه مدير الأمن فرق البحث علشان تشتغل في الموضوع ده في خلال دقائق. البلاغ اللي وصل للعميد مأمور مركز أشمون، البلاغ اللي وصل لي بتغيب ربة منزل عن بيتها، عندها 41 سنة وعندها أبناء ومفيش خلافات بينها وما بين جوزها نهائيا، أو الخلافات اللي هي المعتادة العادية اللي ممكن تحصل في أي بيت مصري أو أي بيت عربي، ولكن الخلافات ما كانتش بتوصل لغاية حاجة معينة. الحمد لله لغاية كده تمام، ورئيس المباحث أكد نقطة زي كده، ولكن الأسرة توجهت للمأمور وعملت محضر تغيب بربة المنزل، قادلها أسبوع متغيبة عن البيت ومحدش يعرف عليها أي حاجة. في الوقت ده أول ما البلاغ وصل ابتدى فريق البحث يشتغل في الموضوع، لغاية لما قدروا يفكوا أول لغز من الموضوع. ربة المنزل كانت على علاقة بإحدى السيدات، هي وأخوها، علاقة عادية جدا، يعني مش علاقة غير شرعية خيانة والحاجات دي نهائيا. العلاقة اللي كانت ما بينها وما بين الست اللي كانت تعرفها وأخوها أوهموها إن هي لابسة أو ملبوسة بجن معين داخل جسمها، أوهموها بالموضوع ده وأكدوا لها إن الجن اللي متواجد في جسمك لازم يطلع، وإلا المشاكل كل يوم والتاني هتتصدر لأهل بيتك وولادك وجوزك والدنيا المحيطة بيك كلها. السيدة الغلبانة أو عفوا الغلبانة رحمة الله عليه في تفكيرها، اللي راحت لهم برجليها في مقر سكنهم وقررت تطلع الجن أو العفاريت المتواجدة داخل جسمها بعد ما أوهموها بالدنيا دي كلها، وأوهموها برضو إن هم يقدروا إن هم يخرجوا الجن ده بطريقة سلسة وطريقة سهلة. لابسة ذهبها ومعاها تليفونها ومعاها فلوسها اللي في الشنطة. التعامل ما بينهم كان من قبل كده بكتير، ولكن في الفترة الأخيرة قرروا إن هم يدخلوا في العلاج النهائي علشان الجن يطلع من جسمها، وقد كان. راحت لهم برجليها لغاية المكان المتفق عليه. بعدها بدأ الراجل ده شقيق الست دي اللي هي تعرفها ان هو يبتدي الطلاسم بتاعته والعملية بتاعته، ولكن كانوا مبيتين النية لحاجة معينة، الا وهي ان هم هيقتلوها ويموتوها ويرموها ويسرقوا الذهب اللي في ايديها، وكمان ياخدوا الفلوس اللي معاها وياخدوا الموبايل بتاعها. مجرد مجموعة صغيرة من الفلوس، يعني كم 1000 جنيه، ولكن قرروا ان هم يعملوا العملية دي صيدة سهلة وبسيطة ومحدش يعرف اي حاجة. وزيادة عن الموضوع ده كله ان هم متفقين معاها ان هي ما تحكيش ولا تتكلم مع اي حد في الموضوع ده الخاص بالعفاريت، ولا حتى الرجل اللي هي رايحاله هو او اخته، علشان ما بيحبوش وجع الدماغ. المجمل راحت لهم وبدأوا العملية او عملية اخراج الجن. طبعا كل ده وهمنها ان هم هيخرجوا الجن. بدأوا الضرب فيها بطريقة كتيرة لغاية لما لفظت انفاسها الاخيرة. جردوها من فلوسها وجردوها من ذهبها وخلوها على البلاط، حطوها في شوال ورموها في احدى الاماكن المتواجدة في مركز أشمون. تغيبت زي ما قلنا لمدة اسبوع. الاسبوع اللي كانت متغيبة فيه في الوقت ده بدأوا ان هم يدوروا عليها اهل بيتها،
ولكن ما حدش لقاه، علشان كده لجأوا في الآخر للشرطة. رئيس المباحث اللي بعد ما أخد البلاغ وأكد عليه مدير الأمن إن هما لازم يلاقوا الست دي في أسرع وقت، قدر إن هو يحل اللغز في ساعات قليلة. اكتشف العلاقة اللي كانت ما بين الست دي رحمة الله عليها، واكتشف العلاقة ما بينها وما بين سيدة معينة أخوها شغال في الدجل والشعوذة، وأوهموها بالليلة دي كلها إن هي عليها الجن، والقصة اللي احنا حكيناها لحضراتكم. قدر رئيس المباحث ان هو يمسك الست دي ويمسك اخوها، وفي الاخر اعترفوا له الاعترافات الكامله ان هما كانوا بيمروا بضائقه ماليه معينه، كسرت زي ما بيقولوا القروض اللي كانت عليهم، خلتهم يفكروا في الموضوع ده ان هما ازاي يدفعوا جزء من القروض اللي عليهم عن طريق الصيدة السهله اللي احنا اتكلمنا عليها. الاعترافات كامله ووافية قدام رئيس المباحث رحمة الله عليها. بنبلغ عزانا لأهلها وأولادها وجيرانها وكل ناسها، رحمة الله عليها. الموضوع انتهى، والموضوع الخاص اللي نازل بغزارة على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، والعنوان اللي بيقول مصرع سيدة على يد دجال وشقيقته بغرض السرقة في المنوفية. انتهى الموضوع وعرفنا القصة وعرفنا الحكاية. نتكلم ونرجع لكم نقطة معينة. واحد، اتكلمنا مليون مرة ان الست او الراجل اللي بيروح لدجال معين او مشعوذ معين يتحمل العواقب بتاعته. عملنا اكتر من جريمة قتل بسبب الحالات اللي زي كده، الطمع اللي بيبقى موجود في المشعوذ او في الدجال او اللي بيحاول ان هو يخرج عفاريت، ده ايهام بيضة وحجر، او زي الفيلم بتاع البيضة والحجر. المهم بيحاول في الاخر من الطمع بتاعه ان هو ازاي يتخلص من الفريسة اللي قدامه، ويحاول ان هو يسرقها، وكمان تحصل عمليات قتل كتيرة، وسجلنا اكتر من 20-30 قضية بالموضوع ده. رقم 2، الست والراجل اللي بيروحوا الدجال او مش عاوز، وعارفين ان هو لا هينفعهم يمين ولا شمال، ولكن بالرغم من ده كله برضه بيروحوا له. السبب في حاجه زي كده ايه؟ بالرغم ان حضرتك متاكده ان هو مش هيقدر يعمل حاجه، ولكن برضه بتروحي له، وبرضه الراجل بيروح له. رايكم في الست او الراجل اللي بيتعاملوا مع الصحراء والاشكال اللي زي كده ايه؟ طيب هل انتم اصلا مقتنعين ان في ممكن جن يلبس حد معين ولا لا؟ ولو حد كمان دخل في موضوع زي كده، ايه التصرف الصحيح اللي المفروض ان هو يتبع في الحالات اللي زي كده؟ هل تبلغي جوزك او اهلك، ولا تروحي في الخفاء وتروحي في السر وترجعي كأن شيء لم يكن؟ الموضوع اكبر من الكلام كتير، يعني لو اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا مش هنخلص منه، ولكن في المجمل رأيكم في الحالات اللي زي كده ايه؟ ادعوا لها بالرحمة، ملهاش علينا الا الرحمة، وعزقها مننا كلنا لأهلها. لكن في المجمل لازم نعرف تعليقاتكم خصوصا في الموضوع ده، ورأيكم في الست او الراجل اللي بيروح لدجال او مشعوذ بأي حجة كانت، عايزة تخلف، عايزة جوزها يرجع لها، عايزة جوزها يبعد عنها، عايزة عاوز، ايا كان رأيكم في المواضيع اللي زي كده ايه. وما تنسوش زي ما قلنا لحضراتكم ندعي لها بالرحمة وعزقها لأهلها. سلام عليكم.